المصور ديالي انا مولوعه بشي حاجه عندها علاقه مع التراث المغربي. كنقول اي حاجه قديمه عندها الروح ما كتموتش، وهذيك الروح قلالو في شي مدن، وطنجة باقا عندها هاد الروح ديالها. ما قدرش زعما نتخيل راسي عايشه في شي مدينه اخرى من غير طنجة. عوض ما هما يجيو ياخذوا ويديروا علامه تجاريه ويتاجروا داكشي على برا، حنا اوطون كمغاربه حنا اولى بهاد لو تريزور. جو في با دو برودكسيون ان كونتيتي، سيتادير انت غتاخذ عليا اون بياس ما غتلقاش شي واحد اخر لابسها، دونك انت غتكون الوحيد جو لو دي تري تري بيان، الوحيد في العالم باسره غتكون لابس ديك لا كرياسيون. هادي غير ملاحظه، ماشي ضروري تكون لابس سايا قصيره ولا دي باردور ولا 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 بوغ اتيغي لاتونسيون ولا بوغ اتر بيل، باش تكوني زوينه اوطون كمراه. تقدري تكوني لابسه طويل ومستور وعليك واحد الهمه وواحد السر رباني. كاين واحد الشخص بالذات انا زعما باغا نشتغل معاه، وديما كتلقاه كيرجع الاصل ديالو في اللباس ديالو، يعني كيكون سور سين وكيلبس واحد اللباس افيك اون توش ماروكان، ديما كيبغي يزيد بالمغرب القدام، كساتو في الاغاني في اللغه. كتضحك بطبيعه الحال سعد المجرد، ان شاء الله باذن الله. ولكن الحاجه الوحيده اللي كنص عليها القرايه. بغيتي دير شي حاجه قراها بالقوانين ديالها، باش ملي تدخلها تحكم فيها. داكشي كامل طويتو في ملف وقلت انا ما كنتميش لهذا العالم، انا غنتمي للعالم اللي انا باغا نحلو الباب ديالو. بلا الوالدين راه شي حاجه ما كتدوم ولا كتصدق، ولا الرضا ديالهم والمعاونه ديالهم هما هو كل شيء. دونك الحمد لله اللي عنده والديه تهلا فيهم، واللي ما عندوش والديه الله يرحمهم ويوسع عليهم. السلام عليكم، مرحبا بكم في متجر يومي في المدينه القديمه في طنجة. هذا شرف لي اللي كنتواجد بكم، وشكرا على الالتفاته ديالكم والمجيء ديالكم، نورتوني. سكنت في مدينة طنجة صافي 7 ans، درست هاد تصميم الأزياء هنايا في مدينة طنجة في كوليج لاسال الماروك. المسيرة ديالي صراحة الله بدات قبل ما نبدأ الدراسة ديالي هنايا في مدينة طنجة. أنا في الأول كنت درست مهندسة، ومن بعد درست بدلت المجال ديال الدراسة ديالي ودرست كوميونيكاسيون ماركتينغ في الـ UNCG. اي ابري فاش بديت نخدم داك لو دومين ديال الخدمه ديالي كان بوكو دو ستريس، دونك انا ما كنتش متواجد نفسي فيه. دونك ابري جو مسو دي كوثر خاصك تعمل شي حاجه اللي تكوني مرتاحه فيها، اللي تعطي فيها، اللي كتبغيها وتقدري توصليها للناس الاخرين. اول حاجه قلت انا غنبدل اللباس ديالي، حيت هذا اللباس ستوندار بحال الناس جميعا يعني في العالم كامل. خاصني ندير شي حاجه اللي انا كتعجبني، انا كون مرتاحه فيها نفسيا، باش انا نخرج داكشي اللي لداخل بيا. بدلت اللباس ديالي، بديت كنصايب داكشي غير في الدار مع ماما، مع الوالده ديالي. دونك هي السر ديال النجاح، وهي السر ديال هادشي كامل صراحه الله. صافي بديت كنصايب الحوايج ديالي. من بعد فاش كنخرج للمدينه كانت ساتير لاتونسيون، دونك الناس كاملين كيبقاو يشوفوا. كاين اللي عنده الجرأه كيزعم كيجي عندك كيقول لك عفاك واش نقدر نعرف منين خديتي هذا الشيء، وكاين اللي كيقول لك اتس نايس زعما اي لايك وات يو ويرين، كيعجبني داك الشيء اللي كتلبسي. صافي مع المده كان الوالد ديالي قال لي كوثر اي حاجه كتعجبك خاصك تقرايها، والفن وهذا المجال اللي باغيه كتخصي فيه خاصك تقرايه باش تعطي له القيمه ديالو الحقيقيه وباش تحترفي بمعنى القوانين. درست الوغ في طنجه ودرست لمده 3 سنوات،
خديت الدبلوم ديالي دونك هذا العام ان شاء الله كان لو ديفيلي دونك لو ديفيلي دو ريفيلاسيون و زعما العلامه التجاريه ديالي يومي بدات قبل ما نبدا الدراسه ديالي كيف ما قلت لك وكانت عن طريق واحد صديق ليا اللي ما عمرني ما نسالو الخير ديالو قال لي كوثر تقدري تعطي وتقدري تعطي بزاف هاد الشيء سير توكل على الله وشق الطريق ديالك وتوكلت على الله ورضا الوالدين والحمد لله رضا الله ورضا الوالدين مصور ديالي انا مولوعه بشي حاجه عندها علاقه مع التراث المغربي سواء زربيه مغربيه رباطيه ولا زربيه ديال بربير امازيغ ولا لي اكسسوار ولا اي حاجه اي حاجه حتى ملي كيكونوا عندنا مناسبات في الدار ما كنمشيش نخيط انا قفطان ولا تكشيطه كنمشي ناخذ داكشي ديال ما غوميغ الله يرحمها ولا ناخذ ماما حوايجها قدامين كناخذ السلهام عزيز عليا داكشي قديم وكنقول اي حاجه قديمه عندها الروح ما كتموتش وداكشي القديم حاليا رحنا في 2021 الموضه الى لاحظنا راه كتكون بحال واحد لاغو كي تورن دونك شحال ما تقدمنا كنرجعوا للور شحال ما تقدمنا كنرجعوا دابا لي كوب ديال لي فيست ديال لي بونطالون هادي شحال كانوا لي با تيليفون راهو العرادين دابا رجعوا راجعين على الموضه لي فيست لي زيبول خارجين دابا رجعوا على الموضه الوغ كو هادو كنعقلوا حنا على والدينا ماما وبابا كانوا كيلبسوا بحال هادشي دونك شحال ما تقدمنا كنرجعوا الاصل ديالنا شحال ما تقدمنا كنرجعوا الاصل ديالنا وانا من هاد المنبر كنقول المغرب تبارك الله وصل عنبي سي ان تريزور من ناحيه اي ناحيه زعما من ناحيه ديال البلاد ديالنا ما شاء الله من ناحيه ديال الزرابي ديال الاتواب ديال البزارات ديال شنو نقول لك مدينه قديمه راه ما شاء الله سواء الجوامع كيفاش زعما لا ديكوراسيون ديالهم كيفاش كاينه سواء الرياضات كيفاش كاينين سواء الديور القدام كيفاش كاينين يعني فيما مشيتي في المدينه قديمه راه تقدر تشوف وتامل تامل داك العمل الفني اللي لي زارتيزون ماروكان كيديروهم ومع الاسف بدا كاين ينقرض سي اون بو دير سا افيك لو طون الناس اللي على الخارج كيجيو لبلاد ديالنا كيصوروا هاد المآثر التاريخيه كيصوروا هاد الزخرفه كيصوروا هاد لي طابي بربير ياخذوا هاد لي اكسسوار عوض ما هما يجيو ياخذوا ويديروا علامه تجاريه ويتاجروا داكشي على برا حنا اوطون كو مغاربه حنا اولى بهاد هاد لو تريزور حنا اولى يعني حنا عارفين قيمته وخاصنا نزيدو نعطيو له ديك القيمه ديالو يعني نبحثوا فيه وندرسوا فيه ونديروا واحد المجهود انه اولا نحافظوا على الاثار ديالو ولكن في نفس الوقت يواكب الموضه يعني لباس تقليدي الا بنادم ما عندوش الجراه انه يلبس واحد تقليدي ما يجيش زعما لاي فرصه عمل ولا اي فرصه عشاء او 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 نديروا له واحد لا توش دو مودرنيتي باش يكون داك اللباس باغ اكزومبل اون فام عندها عشاء ان ديني تقدر تلبسو افيك ان تالون باغ اكزومبل دونك اي حاجه يعني تقليديه كندير عليها واحد اللمسه اللي كتكون شويه معصرانه باش تعطينا ديك الفكره انه فوالا تقليدي راه تقدر تخرج منه شي حاجه توتون كاردون داك لا توش ديال الاصاله ديالو ديال الاصل ديالو اي واحد براني كيقول لك طنجه ولافه كتجي لطنجه بتيتر بوغ ان جور او بوغ دو جور مي كتصدق جالس اون سيمين ولا راه غتبدل الخدمه ديالك وغتجي غتجلس في طنجه غتعيش في طنجه وعلاش مدينه طنجه بالضبط انا نقول لك واحد القضيه وسورتو المدينه القديمه حيت انا ككوثر فاش كنتمشى في المدينه القديمه كنحس بواحد لو كونتاكت سبيريتويل تري سبيسيال مع الارض بحال كتلقى الجدران ديال المدينه القديمه والارض ديال المدينه القديمه كتعطيك واحد الرساله فاش كتمشى للمدينه كاين واحد الروح وهذيك الروح قلالو في شي مدن وطنجة باقا عندها هاد الروح ديالها والصراحة الله عطاتني وبغيت نعطيها دونك طنجة زعما ما نقدرش زعما نتخيل راسي عايشة في شي مدينة أخرى من غير طنجة طنجة منبع لا كرياتيفيتي منبع هاو تو سي منبع الإلهام جافي 5 أون 6 أون جيتي تري بوتيت اول مره غنادي في خيط اول مره غنادي في ماشينه ديال الخياطه سيتي هاد لا ماشين ديال ما غوميغ الله يرحمها كانت في الهبطه ديال الدريجات كنت هابطه من الدروج وانا تبالي لا ماشين قلت انا ما عجبتنيش ديك اللبسه ديال لا بوبي ديالي باربي اي دوكو مشيت خديت واحد الثوب ديال واحد التكشيطه ديالي وبقيت
j'étais toute petite, يعني رجليا ما يوصلوش انايا باش نبيدالي ولا شي حاجه. اي سيتي لو برومي كونتاكت افيك لا ماشين دو كوتور. اي اي دوبوي دوبوي جو سي با اوجوردي جو رياليز اوجوردي كنقول وي راه كان داك الشيء فيا وانا ما كنتش حاسه به. وهذه كنخليها ذكرى وبركه ميما الله يرحمها. الحمد لله انا عندي واحد واحد لو بوين تري امبورطون في لا مارك ديالي سي لي بيس اونيك. Alors, je ne fais pas de production en quantité, c'est-à-dire, on va prendre une pièce, on va trouver un autre, on va prendre. Donc, on va prendre le seul, je le dis très très bien, le seul dans le monde, avec un autre, on va prendre le seul, la création. Sauf, il y a des mouhsinines, des rochistihades, ou des clous, ou des choses, mais la création d'Ali, c'est des pièces uniques. اللي الحمد لله لحد الساعة كيكون واحد التجاوب مع الناس. وأصلا الشخص مرا ولا راجل اللي كتكون لابسة اللباس ديالي ولا كتختار اللباس ديالي كيكون عندها لا مونتاليتي ديالها ديفيرونت, كيكون عندها لو مود دو في ديالها ديفيرون. حتى هي كتلقاها يا إما كدير باغ إكزومبل يوغا لا ثيرابي ولا كتسمع اغاني روحانيه سواء اغاني صوفيه سواء القناوه سواء aussi les artistes. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes ملي بديت لا كارير ديالي بديت خدمت مع لي زارتيست بزاف الحمد لله. دونك سي ان دومين ارتستيك اللي كيجمع الناس اللي كيكونوا شويه كيشوفوا الحياه بواحد النظره مختلفه, واحد النظره ديال ماشي ضروري تكون بحال العالم كامل باش تكون سعيد ولا باش الناس يلاحظوك ولا ماشي ضروري. انت عندك شخصيه, انت عندك روح, انت عندك هدف, انت عندك كيان, انت عندك وجود. دونك تقدر تختلف على الناس واخا الناس ما تعجبهمش, مهم انت تعجب راسك وانت تكون مرتاح في داك الشيء اللي لابسو ولا في داك الشيء اللي كديرو باش تعطيه باش تزيد القدام. يعني الوغ انا غنختلف عليك وعلى المجتمع ديالي ولا على الناس لونطوراج ديالي, ولكن داك الاختلاف بحد ذاته ما خاصش يضر الاخر. سيتادير انا باغ اكزومبل الحوايج ديالي هذه غير ملاحظه, ماشي ضروري تكون لابس سايا قصيره ولا ديباردور ولا 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 بوغ اتيغي لاتونسيون ولا بوغ اتر بيل باش تكوني زوينه اوطون كو مرا. تقدري تكوني لابسه طويل ومستور وعليك واحد الهمه وواحد السر رباني اللي وحده باغ اكزومبل مع كل احتراماتي لابسه قصير ولا باغيه تعرض الجسد ديالها باش تاتيغي لاتونسيون. دونك هادي لابسه شي حاجه بيزار اون فادير واحد لي تيسو مجموعين واحد لي اكسسوار اون فادير تقليديين مي مختلفه وكتجلب الانتباه اكثر من شي وحده اللي بين قوسين متبرجه او زعما حنا كل واحد حر في اللباس ديالو. ولكن انا كنهضر زعما من باب الاختلاف في الهندام. دونك اول حاجه هي انا كانت عندي الفكره انني اللباس ديالي ديما يكون طويل, ديما يكون عريض, ديما يخلي الروح ديال الانسان الجسد والروح يكونوا بحال كنقولوا غتخرج ديك الروح ديالك مع الجسد ديالك, كتكون واحد لا كومونيكاسيون. وداك اللباس كيسمح لك الفرصه انك تكون في اندماجيه في واحد لا كونيكسيون تري سبيسيال ما بين الباس ما بين الروح ما بين العقل ما بين لو موفمون ديال يديك ما بين كل شيء. دونك تكون حر طليق, هذا هو الهدف ديالي. باش بغيت نوصل بهذا الشيء كامل بغيت نوصل واحد الرساله ديال لو بارتاج. اي واحد عنده شي حاجه يبارطاجيها, عندك شي حاجه بوزيتيف بارطاجيها, عندك شي حاجه تقدر تفيد الناس بارطاجيها, عندك شي رساله بارطاجيها. الا ما لقيتيش واحد لو مويان باش تكومونيكي ديك الرساله قلب عليها وبارطاجيها. راه الفنانين المطربين كيوصلوا رساله اترافير لي شونسون, لي بانتر اترافير لوغ تابلو, اي لي كرياتور لي ديزاينر اترافير لي كرياسيون. هادشي كامل كاين واحد الرساله, الرساله اللي من مورا هو لو بارتاج, هو الحب, هو السلام. كاين واحد الشخص بالذات انا زعما باغا نشتغل معاه حيت هو كشخص وكمطرب وكفنان متميز عن البقيه. عنده ديك البصمه الخاصه ديالو كو سوا في لي شونسون ديالو ولا في اللباس ديالو ولا في الرساله ديالو. حتى هو ديما كتلقاه اوبتيميست متفائل, ديما كتلقاه متميز في اللباس ديالو, وديما كتلقاه كيرجع الاصل ديالو في اللباس ديالو. يعني كيكون سور سين وكيلبس واحد اللباس افيك اون توش ماروكان, ديما كيبغي يزيد بالمغرب القدام كسوا في الاغاني في اللغه
كتضحك بطبيعة الحال سعد المجرد. ان شاء الله باذن الله. هذا سي ان بوين تري امبورطون باسكو انا كنت قريت واحد القرايه اللي الحمد لله نفعتني. J'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé, j'avais une société avant d'événementiel, ديال تنظيم المعارض, ولكن داكشي كان ماشي انا ماشي ديال البيرو, انا ماشي ديال بيسي, انا ماشي ديال سير دير رونديفو هنا باش تبيع هاد لو ستاند ولا هادي ولا هادي. دونك يافي بوكو دو ستريس, هذيك الخدمه ماشي ديالي. علاش انا غنوض وغنفيق الصباح وغنكون مع الصباح حيت ماشي نخدم باش نربح واحد الطرف ديال الخبز؟ اوكي, انا غنوقف هاد الشيء وغنبحث على الكيان ديالي, انا شنو باغا, انا شنو كنعرف ندير, كيس كي مو فاسين, كيس كي مو رون اوروز, كيس كي مو في بليزير. دونك بديت بهاد الشيء, سيتي با فاسيل او ديبي, زعما صراحه الله راه ضروري غطيح وغتنوض وغطيح وغتنوض وغتزيد تمشى ولا تجري وغطيح وغد, الحمد لله. دونك الواحد فاش يكون عنده شي حاجه ومتيقن اكيد باللي انه غيعطي فيها, وكاين واحد الاحساس واحد اليقين بالله باللي انه الا توكل على الله ودار المجهودات راه غيوصل. سا فا بروندر دو طون, بتاتر ان ان, بتاتر دو زون, بتاتر تخوا زون, بتاتر خانك ان, بتاتر دي زون. راهم الناس بداو الاج دو 70 ان, 70 عام الناس بداو, 80 عام راهم الناس بداو كيرسموا دي تابلو الاج دو 80 طون. زعما سي يعني واحد 70 عام بدا لا كارير ديالو في داكشي اللي كيبغي. انا اللي عندي باغ اكزومبل 20 ولا 30 عام ولا 25 عام نقول لا غنضيع عامين ولا 3 سنين, حتى شي حاجه ما ضياع. اي حاجه دازت على الراس كتعلمها, واي حاجه راه سي بوين بون pour une bonne raison. Donc انا زعما الرساله ديالي للشباب اليوم ولا حتى الناس اللي واصلين 40 عام, مراه ما قارياش تدخل تقرا, راجل ما قاريش يدخل يقرا, ما عارفش يكتب يتعلم الكتابه, حتى شي حاجه ما سي ترو تار, هذه مستحيله ولا داز الوقت ما كايناش. اي واحد عنده شي طموح يمشي ليه, اي واحد كيشوف عنده شي ميول يمشي ليه, ولكن الحاجه الوحيده اللي كننص عليها وكننص عليها القرايه. بغيتي دير شي حاجه قراها بالقوانين ديالها باش ملي تدخلها تحكم فيها. ما يجيش شي واحد يقول لك انت متطفل عليها ولا انت ما كتفهمش ولا انت يدخل لك الشك وتندم تقول كان خاصني نقرا ودابا سي ترو تار جو دو انولي ونمشي نخدم. نو, قرا, عرف القوانين ديال ديك الحاجه وسير وتوكل على الله. دونك درت داكشي كامل ابار وقلت بسم الله, توكلت على الله وشقيت طريقي والحمد لله. انا جو فودغي رميرسي سورتو مي بارون, باسكو مي بارون ايز ايتي توجور لا ديغيغ موا, كان تقالت عليا هادي هزوها هادي. دونك الوالدين, بلا الوالدين راه شي حاجه ما كتدوم ولا كتصدق, ولا الرضا ديالهم والمعاونه ديالهم هما هو كل شيء. دونك الحمد لله اللي عنده والديه تهلا فيهم, واللي ما عندوش والديه الله يرحمهم ويوسع عليهم. ودونك سي غراس ا مي بارون, الحمد لله كو جو سوي اريفي ا سكو جو سوي اوجوردي, اي غراس ا مون انتوراج مي زامي كي مون توجور انكوراجي, والناس بحال وجهكم, وشكرا. Et un grand merci à Tanjaoui.fr et moi pour votre visite. Pour toi, Ayoub, personnellement, pour Soufiane, merci beaucoup, Nouartouni. On te mène à mes conches à la dernière fois. ومعرفة خير وشكرا بزاف, والله يسهل عليكم والله يوفقكم تنتوما في المسيرة ديالكم. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.